يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل نقنق. النهارده هنعمل مع بعض فراخ كده هتتعمل بانيه ويتعمل لها توبنج بالجبنه الفته والعسل السبايسي، وبعد كده هنعمل موز ومشمش. ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا صدور فراخ اي بقى حجم احنا عايزينه، عندي هنا للتوابل عندي اوريجانو، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، بابريكا وشطه، عندي بانكو هنا او عيش فينو يبقى بايت ونضربه في الكبه، عندي شويه من الدقيق، بيض طبعا، عندي هنا للصوص عسل هوت صوص وتشيلي فليكس او فلفل احمر مجفف مجروش، ودي شويه من الفته الفريش المبشوره. طيب على طول كده احنا مش هنقلي عشان الوقت، لان احنا لسه بنقلي وبعد كده بندخل الفرن، فانا مجهز لكم نسخه لكن برضو هوريكم هنعمل ايه واحنا بنبني. هناخد التوابل بتاعتنا كلها وهننزل في البانكو، بابريكا، الشطه، توم الباودر، فلفل اسود، بصل الباودر، واخيرا الاوريجانو. خلاص قلب الكلام ده كويس قوي. من هنا هناخد الفراخ بتاعتنا زي بقى ما بنبني اي حاجه، هوريكم بس نعمل وحدتين كده مع بعض. ادي الفراخ بتاعتي اهي، بعد كده هنا هننزل في البيض، ومنها على الفانكو. خلاص حاوطها كده كلها، نضغط كويس تطلع لنا بالشكل ده. خلاص واحده كمان اهو عشان يبقى ملكوش حاجه. دقيق ننزل في البيض، بانكو نغطي كله. ممكن بقى نعمل حاجتين، ممكن نعملها ديب فرايد يعني زيت غزير، او شويه زيت صغيرين كده في الطاسه ونحمرها واحده واحده لحد ما توصل للون الجولدن براون اللي احنا عايزينه. خلاص قلت بس اوريكم كده هنعمل ايه. اوريكم دلوقتي النسخه اللي محضره، ادي شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما خرجت من الزيت، فراخ بانيه متحمره عادي جدا مفيش اي حاجه. هنا بقى يبدا الشغل، شغل الفرن بتاعي على الشوايه لان انا عندي الفراخ مستويه، وكمان افضل ان احنا نسيب الفراخ تبرد شويه قبل ما ندخلها الفرن، لان انا مش عايزها تخش الفرن تكمل السوا بتاعها وهي لسه سخنه فتبقى اوفر كوكت، انا عايزها تبرد الاول تخش قبل ما هي تسخن تبقى الفته بتاعتنا ساحت. ناخد صينية فرن كده لذيذة، أوزع الفراخ بتاعتي، بالشكل ده، خلاص؟ من هنا ناخد الفتة، ونوزعها على الفراخ بتاعتي. ادي كده الفته بتاعتنا متوزعه. هناخد العظمه بتاعتنا دي ندخل بيها على الفرن على طول وهنقفل. طيب اخر خطوه عندي كاسرولة صغيرة، وعندي هنا ثلاث مكونات بتوع الصوص اللي هما
عسل، شوية من الهوت صوص، وممكن نكتفي بده لو احنا مش محبين السبايسي قوي، عايزين نزود اكتر ممكن بقى نحط اللي هي التشيلي فليكس زي ما بقول لكم اللي تدي الطعم القوي شوية. من هنا هنزل بالعسل. هنزل بالصويا صوص، الهوت صوص انا اسف. وهنزل بشويه من التشيلي فليكس اهو. هدي النار خالص وهقلب الكلام ده مع بعض. بقلب اهو العسل بتاعي. اخر حاجة هعملها هنقله هنا بره عشان عايزه يبرد. بصوا كده القوام بتاعه بقى عسل متطعم بالهوت صوص وبشوية التشيلي فليكس. طيب خلونا نطلع اخطف فاصل كده في سريع على ما الجبنة بتاعتنا تسيح وتاخد لون، نرجع نقدم مع بعض الفراخ البانيه بالفتة والعسل السبايسي، وبعد كده نعمل المشروب. ما تروحوش في حتة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. قبل ما نطلع فاصل عملنا الفراخ البانيه بتاعتنا وحطينا عليها الجبنة الفتة ودخلناها تاخد لون. تعالوا بقى اوريكم ايه شكلها بيبقى عامل ازاي. بصوا الحلاوة، بصوا الجمال، واخدة تاتش حروقة كده كريسبي. سخنة الفراخ بتاعتنا تاني. طبق التقديم هنقل قطع الفراخ بتاعتنا. حلو قوي. يبقى فاضل لنا ايه؟ العسل بتاعنا اللي عملناه. انا دخلته يبرد شويه في الفريزر. ومن هنا المعلقه كده اهو، نقط صغيره عشان الجماهير عندنا مش بيحبوا قوي الحراق. اخيرا رشه خفيفه كده جدا من البقدونس تدي لون كده بس وتكسر الطعم شويه. نبقى كده عملنا مع بعض فراخ البانيه بالجبنه الفتة والعسل السبايسي. جربوها مختلفه جدا. الجبنه الفتة لما بتاخد شويه في الفرن كده وتقرمش بتبقى خطيره. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل موز بالمشمش. عندي مية، عندي سكر او ممكن استعمل عسل، عندي هنا شوية من المشمش المسلوق، وعندي شوية من الموز. على طول كده هنزل بالفاكهة بتاعتي. نقدر نزود مكعبات تلج لو حابين. انا حطيت مية ساقعة بدل مكعبات التلج. موز، سكر، واخيرا المي. نضرب دول الاول. بس
ساعات التقديم. لو كنت عايز اخففها شويه كان ممكن ازود ميه، بس انا بالنسبه لي السمك بتاعها كده او القوام بتاعها كده مظبوط قوي. شاليماتنا ونبقى عملنا الموز بالمشمش وعملناه مع الفراخ البانيه بالجبنه الفته والعسل السبايسي، ونبقى كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.